كنت كمان بتتكلم في نقطة تعامل الدكاترة، فكرة التسجيل المحاضرات، عشان بس الناس اللي محتاجة ان تسجيل المحاضرات مش الزامي على الدكتور، ولكن بشكل فريندلي، ولو الدكتور رفض انت لازم تلتزم بده. هل لو كنت دخلت وبعد ما الدكتور بيدخل، عادة الدكاترة بتبقى حساسة للموضوع ده ولا؟ من دكتور لدكتور برضه، في الدكتور بيرفض اصلا، يعني لو انت في ديله حرفيا مش هيدخلك، وحصل قدام كذا مره. لا في ديله بالملي بالملي، دخل 5 ثواني مش هيدخل الطالب. في دكاتره ممكن في نص الوقت ادخل مثلا، او بعد نص الوقت قصدي ما يعدي.